وياهم على طول متواصل، يعني بحس انه ان شاء الله تعطوني بس اشاره اذا لازمكم صلاه، اذا لازمكم قداس حتى ترتاحوا اكثر. بحب يعني يا ريت بقدر اعرف اني وين هلا وشو حالتهم، واذا هالروح يلي تركت جسمهم صارت مكتفيه ووصلت. اكيد هن بالسمح ربوا هيك وصلوا هيك ومشوا هيك. بتامل حقيقه اكيد كثير كثير بهمني كثير بهمني انه يعني ان تكون هالحياه الاخره هي حياه طمانينه. اكيد اكيد ام قديسي وبي قديس اكيد هن بالسماء اكيد اكيد. لا ما تحزني عليهم وما تدمعي، لا اكيد هن بالسماء. انا اكيد اني هن مع الرب يسوع لانه هو القيامه، وهو اكيد من دمرق بجرن العماد، وانت بنت كنيسي، وهذا هذا هذا ايماننا وهذا واقعنا. طيب هيك كبرنا شوي هيك ورحنا لعند الرهبات العذري، شو علمونا الرهبات العذري؟ بالحقيقه عند الرهبات يعني كانت مرحله قاسيه، يعني التعليم إن كان التعليم العادي أو التعليم الديني في له كتير حدود، في له كتير مواصفات إذا بقدر أقول يعني واضحة وصريحة وممنوع تجاوزها. لا شك أنه بيعطوا الإنسان كمان فكرة عن قيمته الشخصية، يعني عند الرهبات بتشعر بقيمتك كفرد كإنسان، وتتعاطى مع الدرس أي درس اللي كان من منطلق يعني الحاجة لإثبات الذات. الرهبات بيخلقوا لك على طول حس بأنه كمان بدك تظهر من حالتك العادية، ممنوع الكسل، ممنوع أنه الواحد يترك حاله بوضع متدني عن ما يجب عن المستوى. لما بحطوا لك هالمستوى انه 10 على 20 يعني انت مويان منك فلتي، يعني مجرد هالتشبيه هيدا بصير الانسان بده يتجاوز نفسه. حتى ما اكون انا عاديه لازم اكون اكثر من 10 على 20. اكيد فيها قساوه، واكيد بوقتها كان فيها بعض الظلم اذا فيني اقول، لانه كان في نوعا ما كبت احيانا لهالمشاعر بتبقى طالعه منه للواحد. يعني بعمر 13 ل 16 سنه بنفتكر حالنا نحن خلقنا العالم، نحن اللي اخترعنا كل شيء، ونحن يلي بنقرره هو الصح، واهلنا شو بعرفهم انا، شو عرفهم نحن شو عم نعاني، شو عرفهم نحن وين عم نروح او عم نجي، كل شيء نحن بنعرفه أكثر من غيرنا. فبيجي هون بقى الصدمة لما بتجي الرهبة وبتقول لا هاي ممنوع، ممنوع تلبسي هيك، ممنوع شعراتك يكونوا مخلوطين، ممنوع مثلا الظهرة بدون إذن من أهلك. فبنحس إنه في حدود عم تكبت هالطموح هيدا اللي نحن بدنا نبينه. هون في مرحلة طبعا فيها يعني ذكريات قساوه، ذكريات قمع اذا فيني اقول. الحمد لله انه بنتجاوزها فيما بعد، يعني بس نوصل للصفوف العاليه للثانويه لا بنرجع بنتصالح مع نفسنا وبنتصالح مع اهلنا وبنتصالح مع ربنا. يعني بنرجع شوي بنحس انه لا بسيطه القصه ما بدها كل هالقد. بس بذكر دائما انه كنت حابه اقرا كتب مثلا بساعات معينه، والرهبة منعتنا نقرا هالكتب بالذات، يعني هن موجودين بالمكتبة بس قالها مش لعمرنا. بس نحن قررنا انه لا نحن عمرنا بيسمح، يلي هي كانت مفتكرة انه قبل ال 16 ما فينا نقرا، نحن مقررين نقرا بال 14 وبال 15. يعني هي شغلة بسيطة بتدل انه من قبلهم كان في حدود كثير مرسومة، ونحن من قبلنا كان في قرارات التجاوز. الفضائل الأساسية اللي علموك يا رهبات العزلية إذا بتحبي تحييهم، بعد في حدا طيب منهم الرهبات اللي ربوك؟ لا لسؤال حظ، بس بعدني بعرف كل الرهبات الموجودين لأنه ضلينا على اتصال يعني بالأشرفية المدرسة، فبنطل عليهم من وقت لوقت، وعندهم جمعية اسمها لويس دو مارياك يلي بتهتم بالختيارية، عم نحاول دايما إنه نكون حدهم بهالجمعية حتى نقدر نساعد الختيارية. وجزء كان من يعني الشيء اللي علموني هو هيدا كمان، انه كنا نروح عند ختيارية فقرة كتير حالتهم بالويل، ناخذ لهم شوية مساعدة، نقعد معهم
بالعمر يلي بيبقى الواحد شايف الختيار انه هيدا خلص يلا لشو بعده موجود. تعلمنا كيف نتعلق بهالانسان يلي على اخر ايام حياته، نحبه ونساعده وهو يحبنا، ما نحن منروح هن يسالوا عنا. حلو. بقى علمونا شغله منيحه الرهبات، يعني رهبات العزريه كان عندهم شيء متناقض، كان عندهم ميتم يستقبلوا فيه اولاد مش معروفين، كنا كمان نهتم فيهم. حلو. تعلمنا نهتم باولاد ما بنعرف مين اهلهم، مين فصلهم، مين اصلهم. ما حكمنا على الاهل ليش عملوا هيك بهالولد او هيدا الولد، لانه يعني ولد مش معروف اصله نحن ما بنتعاطى معه. تعلمنا كمان نحب هالختيار يلي بالنتيجه هو رح يكون بينا او جدنا او يوما ما قريب لنا. وتعلمنا خصوصا انا يعني تعلمت اني يعني اخذ الامور بواقعيه. ما كنا ظاهرين على الحياة مفتكرين انه الدنيا شيء واصطدمنا انه لا مختلفة، لا اخذنا الامور بواقعية. شفنا الفقير الطفل وشفنا الفقير الختيار، عرفنا انه هاي الحياة مش كلها يعني سيارة فيها شوفير ناطر التلميس، لا في هاي وفي هاي، في الغني وفي الفقير، وفي انه نحن علينا نكون الاثنين سوا وعلينا نعرف نعيش مع الاثنين سوا. في نهار يمكن نكون فقراء ونهار يمكن نكون مكتفيين، الأهم من اثنين أنه تكون عنا هالثقة بالذات والقدرة على التخلي عن القشور لحظة اللي منلاقي أنه هاي القشور ما إلها لزوم. هيدا اللي علمونا إياه بهالمرحلة. معي مثل كل صبي بتكبر وبتنضج وعندها عمر مراها وغيره، عانيتي روحيا او بقيتي تصلي بقيتي محافظه على الايام اللي عطوك اياها اهلك؟ لا انا عانيت، انا يعني مش روحيا، لكن في شغله ما كنت افهمها وهيدي شغله بكير اجتني يعني تساؤلات عنها، انه شو هو الموت؟ ليش بيموت الواحد؟ كنت كثير صغيره لما طرحت السؤال على والدي، واول شيء ما اخذها جد، بعدين لقاني مش عم نام الليل لان بدي اعرف وين راح جدي مثلا. طيب جدي مات وين راح؟ هلا فكر انه هي قصه عابره وبتمرق. لليوم بعيش هالخوف، هيدا مش خوف اني موت، لكن هالخوف انه هل صحيح في شيء ما بعد الموت او لا، يلي الدين المسيحي عنده جواب عليه. لكن ما في شك انه يعني بمرحله رفض كل شيء بنرفض كمان الأجوبة الجاهزة عند رجال الدين، ومنحاول نحن نكتشف يعني مساحات أخرى، منصير نقرأ عن الديانات الأخرى، منصير نفتش أنه هل في شي ديانة أعطت الجواب على هالسؤال يما لا. ولا شك أنه بالنتيجة ما في غير العودة إلى الإيمان، والحمد لله أنه عند الإيمان. وإلا بالفعل مرقت بفترة كان هالسؤال يعني حقيقة مثل ما عم بقول لك ماني وعى بالليل وعيت لبي قال له طيب بابا وين وجده هلا مثلا؟ هلا معتم الدنيا هو وين؟ هلا طلعت الشمس هو وين؟ يعني في اوضاع كانت تقلقني انه كيف الله بياخذ واحد بحبه اولاده؟ كيف ممكن يموت طفل؟ الله ليش بيقبل انه يموت طفل؟ ليش بيقبل الله انه يصير هزه ارضيه ومثلا يروح ناس يموتوا يغرقوا او ما بعرف شو يصير لهم؟ شو هالالله يلي بيقدر يتقبل ظلم؟ طيب هيدي بمرحله من يعني من المراحل الواحد بيطرح هالاسئله على نفسه. انا طرحتها كثير بكير لسوء الحظ، عملت لي نوع من هيك خوف من احيانا يأس انه طيب اذا كل انسان ممكن يموت باي وقت، يعني طيب الله شو عم بيعمل؟ ليه ما بيشوف مين الجيد ومين السيء؟ يعني كنا دائما نقول انه في حكم بهالمشيئة الإلهية. هل الله بحاكم على الأعمال؟ هل الله بحاكم بس؟ أو هيك عشوائية القصة بتجي وما حدا بيقدر يفسرها؟ لسوء الحظ أنا هيدي الشغلات طرحتها عندي جواب اليوم عندي جواب ما عندي جواب، بس عندي صرت قبول أنه ما بعد الحياة ما بخصني إلي، بخص الله، بخص الخالق. لانه اذا بدي اؤمن انه في خالق هو يلي المفروض يكون عارف الجواب على هالتساؤلات. انا عندي جواب مش لاني خوري، لا للحياه كمان القلق وكمان كان قلقي بس انا جوابي لانه هو قال ايماني بيسوع المسيح هو ركيزه كل ما بعد القبر. صحيح. لانه قام، ولان
هاي الحياة ما لها معنى، يعني حبي فيه وإيماني بشخصه وقيامته من القبر هي اللي بتغير كل الأشياء عندي. بعد عندي شباب تاني على قضية الطبيعة، يعني أحيانا حتى بتعليمنا الديني، وهون يمكن كمان إحنا مسؤولين، خلطنا بين منطق الطبيعة، يعني الحدس اللي هو بمنطق الكون والطبيعة، الحادث والموت والإرادة الإلهية. يعني في إرادة الله إن نروح لعنده، هذا الأساس. في إرادة الناس وفي منطق الطبيعة، هذا عامل طبيعي، يعني منه قرار إلهي. يعني من هون أحيانا منقول مثل ما بقول كاميو، جوابك هو جواب كاميو، لا أستطيع أن أؤمن بإلهي يعذب الأطفال. كان بالباست عند كاميو ثورته الكبيرة. إيه معك 100% حق، بس هون مزاجنا منطق الطبيعة ومنطق الجسد ومنطق المرض بالمسار الإلهي. يعني هو الإنسان أنت بتشهدي مش أنا بس، هيك جواب أكيد بسيط. أنا بعدين توصلت للقناعة إنه هيدي مش ملكي. أيوة. ولو كان أي إنسان بيملك الجواب على هالسؤال، يعني مين أكثر من بابا رومي حلو بيقدر يعطينا هالأجوبة لو كان بالفعل جواب إنساني أو جواب على مستوى البشر؟ لا، جواب إلهي. الإيمان بأنه الله موجود بيرجع بيعطي الراحة والإطمئنان، أنه لأنه هو موجود هو عارف بالضبط هالروح وين بدها بالآخر تنتهي، وكيف الطريقة في يعني تنتقبل الواقع اليومي اللي عم نعيشه. مشان هيك يعني أنا مثلا في عيد معين بيعني لي كتير، هو الجمعة العظيمة. حلو. لأنه يجسد هالخوف يلي عانى منه يمكن المسيح اللي هو ابن الله. يلي قال له عبر عني هذا. أيوة. لماذا تركتني؟ أنه كيف يعني مجرد يقول إلهي لماذا تركتني، أبي لماذا تركتني، يعني أنت اللي عندك هالقوة كلها بتترك إنسان يتعذب. هيدي هي يلي بالفعل أنا نهار الجمعة العظيمة، التراتيل تبع الجمعة العظيمة، هالحزن، هالأم اللي عم تشوف ابنها على الصليب، هال يعني محطات درب الصليب هي محطات وجعنا وخوفنا حلو كتير وتعبنا وإيماننا كتير. ومنوصل بالآخر لهالإيمان أنه هي طريق الجلجلة لكل واحد مرسومة. كل واحد يمكن عنده جلجلته تختلف عن الآخر، بس في جلجلة بالنتيجة، ونهايتها هو هالصليب، هو أن نستسلم لمشيئة الله، لمشيئة الخالق. يعني هون بتلاقي يمكن، وأنا بهالنهار بالذات برجع أكثر لحالي لجوا، لأنه بالفعل هيدا هالنهار يلي هالقد بمجد، يعني مش فكرة الموت لكن فكرة القيامة. من هون ما إذا بتسمحي لي بس، كونك عم نحكي مارونيا إذا بدي، عند الموارني بالإيكونوغرافيا شايفتي أكيد الصليب مغروز على القبر الفارغ. صحيح. يعني ما في موت. صحيح. أنه ساعة ما تقام. صحيح. بالتقليد الإيكونوغرافي الأرثوذكسي ينزل إلى الجحيم يأخذ آدم ويخرج، وإيماننا بالأيام هو مركز على القبر الفارغ. صحيح. وهذا أحد أهم النظريات بالفكر المسيحي، لاهوت الفكر المسيحي، القبر الفارغ. صحيح. الموارني جسدوا هذا القبر الفارغ، أن القيامة بيقول نص حلو، المسيح هو كالجمرة الملتهبة، وقت اللي نزل على الجحيم الموت ما قدر بلعه، رجع بزقه ورجع كفر مشوار إلى القيامة. ما بدنا نحكي لاهوت، لكن هذا لا فيه. يعني أنا يمكن عم بحكي لا أنا يعني شو أهمية هالنهار بالنسبة لإلي، بالنسبة لإلي، بالنسبة للتأكيد يلي وصلت له فيما بعد. أكيد أخذت معي سنوات طويلة حتى استسلم لله. يعني كنت سائرة على فكرة أن يموت إنسان، أو أن يموت طفل، أو أن ما بعرف، أن يعاقب إنسان بحرمانه من ولد من ولاده. يعني هيدا يمكن أقصى عقاب ممكن واحد يعيشه. بتجسد لي هيدي يعني الطريقة هالجلجلة، بتجسد لي بالفعل هالصورة يلي كل إنسان يوما ما بده يصطدم بواقع، أنه أنا عم بتعذب، أنا عم بركض، أنا عم بشقى،
انا عم امن، انا عم صلي لله. طيب ليه بدي يعني عرفت في هالتناقض يلي بيخلق من هالواقع الانساني اللي عم نعيشه، انه نحن ما عم ناذي حدا بما معناه قتل او سرقه او اعتداء او الاذيه يعني الموصوفه، لا، انه نحن عم نتصرف بايمان بتقوى بخشيه من الله. طيب ليش نحن بدنا نتعذب؟ فبتوصل بالنتيجه بهالنهار بتجسد مزبوط فكره شو هي القيامه وفكره شو هي استمرار الروح وبقاء الروح. حلو كثير. وهذا اللي بيعزي كل انسان مؤمن انه انت ما رح تموت، رح يروح هالجسد، رح تبقى انت بهالروح الابديه. طيب مين يسوع المسيح بالنسبه لك كمان؟ يعني مثل ما قلت لك انا يسوع بس بشوفه على الصليب، يعني اذا بدك هو هالصليب يعني وهالرمز يلي تركه بوجدان كل المسيحيين بكل العالم. انا المسيح ما بشوفه ولا عم ببشر ولا عم يعني عم بيعمل دين جديد، انا عم بشوف هالرمز يلي فعلا بجسد لكل انسان استسلامه للخالق. حلو. انه انت تلد وتشقى لكن اجرك بعدين عند الله. ولو ما في هالتجسيد هيدا يعني هالصليب يلي بيعني القيامه تحديدا، يلي بيعني اداه الموت واداه الحياه والبقاء والاستمرار، هيدا اللي انا هيدا المسيح لإلي. طبعا الاناجيل كلها حلوه، كلها فيها روحانيه عميقه. يمكن انا اكثر شيء بتفاعل مع هالانجيل هيدا، انجيل الصلب والموت والقيامه، هيدا يلي بيعني لي كثير معنى الحياه. حلو. اجمل الكلمات اذا بدنا ناخذها صلي، اجمل الكلمات اللي بتحبيها، اغفر لهم المغفره او المحبه، انا او الهي لماذا تركتني، لماذا تركتني. هيدي دائما انا بس كون بوضع صعب بتقولي ايه، ترجع لإلي. ليه؟ لأنه بقول إنه طيب ساعدني شوي ولو يعني خليك حدي شوي يعني خذر عين ساعدك عائلي وأم وبي قديسين وخمس يعني خيات بيمرق وجورج واحد. لا شك ونجحتي بشغلك. لا الحمد لله، بس لا شك إنه في أيام صعوبة، في أيام فيها يعني كل إنسان تعرف عنده مشاكله عنده مسؤولياته. اوقات كثير بتكون بحاجه لهيك، تحس انه في حدا حدك، وينك شو بيك وين وين تاركني. وطبعا ما في شيء بيتشبه طبعا للصلب ولا لا يعني طريق الجلجله، بس لا شك انه هالبي الكبير الغير منظور هو بالفعل مرجع. يعني لوين بدك تروح؟ بدك ترجع لعنده، بدك تحكي معه، يعني بدك تحاوره، بدك تجرب انه ينتبه لك اكثر. طيب يمكن بس تكون هذه العلاقه مع البي مقطوعه، ما بروح لوحد لعند الام، ما بتمر هيك بالعذراء شيء؟ بلا. حقيقه شو علاقتك بالعذراء؟ الحقيقه علاقتي انه انا بصلي بس للعذراء. انا الأبانة يمكن نسيتها اليوم. مش نسيتها بس يمكن مش رح نسالك عنها. لا يمكن بحس بسلام عليك يا مريم. بحس في هي علاقه الام يلي اكثر موجوده، بحسها بعرفها، بعرف كيف حضنت المسيح، بعرف كيف عاشت المسيح اكثر بكثير من ابانا الذي في السماوات. وانا بما انه عندي دائما هالحشريه اني اعرف اللي ما بينعرف، يعني بدي اعرف دائما وراء الاشياء شو في. اكيد انه الصلاه اليوميه هي سلام عليك يا مريم. حلو. بتصلي قبل ما انام؟ قبل ما تنام؟ وقت بدي صلي لامي، وقت بدي صلي لبيي، وقت قبل ما تتوفى امي كنت صلي انا وياها سلام عليك يا مريم. يعني جرب اني ضل يعني مفوقتها على هي الصلاه، لانه مرقت بفتره المرض كان شوي عم بخليها تنسى. الابانا عنده غير مطرح، عنده غير موقع. يعني صدف انه هو المجهول، هو غير المنظور، هو يلي منعرف عنه اشياء لكن ما شفناه، ما ابصرناه. خبرونا عنه الانبياء، خبرونا عنه القديسين. كل واحد عنده هون قدره انه يتصوره ويخلق العلاقه يلي بتريحه مع هالابانا الذي في السماوات. مشان هيك العذراء هي الراحه اليوميه،
هي وقت السنة يلي بعز الأزمات بالحرب بالقصف بالخوف. هي الأم هي خفتي بالحرب وصليتي لها؟ كتير خفت، خفت على حالي، خفت على عائلتي، خفت على البلد. في أحيان ما كنت أفهم شو عم بيصير بالسياسة، ما كان خوف بس جسدي إنه ممكن واحد يموت، إيه ممكن واحد يموت، بس ليش؟ هو السؤال دايما كان ليش؟ شو عم نعمل نحن؟ لوين رايحين؟ شو الهدف من الموت؟ أنا بقبل موت إذا عارفة إنه بنقذ آخرين إذا أنا مت، أما إذا أنا مت وغيري مات وما أنقذنا، يعني الشيء اللي نحن عم نموت كرماله بنكون عم نموت ضيعان، وما في شيء بيستحق الموت المجاني. حتى المسيح ما مات مجانا، مات لإنقاذ، حلو كتير، ليخلص. ما مات بس لمجرد إنه والله هيك هيك الله شاء، لا، شاء الموت لينقذ الآخرين. وهذا يلي بخلي الواحد بالحروب أحيانا يخاف، لأنه ما بنعود نعرف إذا وصليت. أكيد. وبس كنت مع مريم العذراء تتسكر الباب، كنت تروحي لقديس ريتا أو لقديس شربيل أو لمين؟ أكثر شيء لقديس شربيل. يعني شربيل؟ بحب عنده أول شيء الابتعاد عن الناس، هالعودة إلى الذات، هيدي شغلة كتير مهمة. نحن ما عنا تصوف طبعا بالدين المسيحي بالمعنى يعني المعروف، لكن عنا التنسك اللي هو يمكن عودة إلى الروح، إلى داخل الروح. أنا ما بنقطع عن الناس بالتنسك، أنا بنقطع إلى الناس، يعني بصير عم فكر عنهم، عم بتفاعل مع الله من شانهم، بصير المثال. أما التصوف كتصوف بالمعنى العادي هو طبعا الانقطاع عن الناس، هو العيش طبعا مع الله، لكن المثال ما بيعود يرجع لعند الناس. فالتنسك أنا يلي مارسه القديس شربيل، يلي عيشه من دون تخطيط، يعني ما قرر، هو انسحب إلى هالتنسك بشكل طبيعي، بشكل يعني عادي، وكأنه خلق ووجد بس حتى يكون هالقديس يلي صار فيما بعد. ما أخذ قرار. أنا ما بتصور أنه، أو أقله بالشيء اللي بعرفه عنه، أنا ما بتصور أنه القديس شربيل هونيك نهار وعي مقرر أنه بدي أتنسك. لا، إجا التنسك كأمر طبيعي ملازم لتفكيره، لطريقة حياته، لغاياته من الوجود. ومشان هيك عظمة هالرجل يلي بالنتيجة انقطع عن العالم، بس كان بيناتهم ولا يزال. واليوم القديس شربيل بجسد أمل لكتير ناس، وبيكفي واحد يروح على عناية تيشوف هل يعني المؤمنين يلي طالعين ما طالبين منه شيء إلا يعطيهم قوة، يعطيهم مزيد من الإيمان. مش كتير هلأ لأنه ما عم بيكون عندي كتير وقت، لكن أكيد بالمرات يلي طلعتنا عنية شعرت بهالشيء، شعرت بأنه هيدا إنسان ما ترك العالم حتى لو كان عايش لحاله كل الوقت. ما أنت صحفية، بعرف شو السؤال لازم أسألك إيه، بعد معنا دقيقة أسألك إيه، أو تحبي تقولي أنت الشيء اللي أنت بتريدي؟ أنا بدي أشكرك أني عم بحكي لأول مرة يمكن شيء يعني بخصني، شيء بحب، يعني بفتخر أقول أنه كل مروني يرجع لذاته، يرجع لإيمانه. أنا على طول بقول أنا بحترم كل المؤمنين، وما بحترم ولا متعصب. التعصب للدين يعني أنه ظهرنا عن تعاليم الدين. حلو كتير. كل الأديان تدعو إلى التقوى، إلى الإيمان. حلو. إلى الصلاة، بس لا تدعو إلى نبذ الآخر واعتبار أنه أنا بملك الدين الوحيد اللي هو صح وحقيقي. لا، أنا كتير متدينة لكن بعيدة عن التعصب، لأنه أقبل الآخر وأفرض على الآخر أن يتقبلني. ومشان هيك أحيانا برفض أني أنصاع لبعض المطالب يلي تطلب من الشخص حتى يتقبلوه لآخرين. ونحن طالما عنا عائلة مؤمنة، مسلمة أو مسيحية، هيدي العائلة هي ضمانة الأخلاق، وهي ضمانة المجتمع، وهي ضمانة بقاء لبنان. حلو.
وبس نظهر من هالإطار ساعتها منبلش نخاف على هالوطن هيدا. سؤال أخير، شي ساعة بينك وبين رئيس الجمهورية بدك تكتبي شي وهو مش مقتنع فيه، ولا شي صليتي له لحتى يمشي، ولا كيف بتحلي هالمشاكل؟ أنا حقيقة شو بتقولي له لفخامة الرئيس؟ بعتبر إنه الصلاة هي جزء من الإقناع يعني، وجزء من الحماية للآخر. أنا يمكن عندي ما بعرف إذا هيدا إلي حق. قولي اللي بدك إياه، قولي اللي بدك إياه. أنا بعتبر إنه الصلاة بتحمي. يعني وقت اللي بكون خايفة من شغلي أو خايفة على شخص، بفكر إنه إذا صليت له مرة أبانا ومرة السلام خلص راح الخطر. يعني فيها شوي من فكرة البير وهال يعني النعمة اللي بتنزل على الإنسان من الصلاة. حلو. وكتير صليت لناس بما فيهم طبعا الرئيس، لانه بظروف معينه مرق يعني بخطر، ما بدي اقول بس بظروف صعبه، لا اكثر كان في خطر. انا كنت افترض انه هالصلاه هي هالغلاف الشفاف يلي يوما ما بيحمي كل انسان. هيدا قناعتي، الصلاه هي صلاه لاحمي الاخر واحمي حالي. سؤال اخير بس بسرعه، جورج خمس بنات، شوي لقينا جورج اجا، كيف اجا جورج؟ جورج إجا لأنه ما خلق قبل. لو خلق بالبداية ما كانوا خلقوا خمس بنات. يعني هيدي كنا دايما نمزح مع الوالدة، لا طبعا نحن جينا غلط. لا بالواقع جورج إجا لأنه طبعا العيال المارونية القديمة عيال كبيرة، وما كانت شغلة يعني بسيطة أنه تخلق بنت ورا الثانية توصلنا لخامس بنت. وكان في طبعا رغبة عند الوالدة أنه يجيها صبي، كان ممكن يجي بنت كمان ونكون ست بنات. الحمد لله اجا جورج، واليوم هو متزوج وعم ينتظر ولد كمان. بتامل انه تكفي هالعائله، عائله مارونيه تقيه وغير متعصبه مثل ما انا بحلم، يعني انه كل هالعيال تكون. حلو كثير. احبائي اول شيء بدنا نتمنى لجورج انه الله يطعمه، لانه هيك ما يبدا يعني. بدنا نتمنى لريتا ولمي ولنهى ولامال ولدعت، لكل أهل البيت الأصدقاء الأحباء، يعني إنه أولا يبقوا بإيمانهم المنفتح، يبقوا فخورين بمارونيتهم اللي هي حقيقة قبول الآخر والحوار مع الآخر، يبقوا بهالمعدلة هني والله ما عم بتعاني بصراع كأنه صراع يعقوب، يعني بهذا الليل عم تتقاتل. أكيد الموت بيخوف والأسئلة محرجة، بس انا بصلي لمي باخر الليل وقت ما كانش يصدق من الملاك فك له وركه وترك له هذه العلامه بجسده لحتى يقنع ان هناك بعد اخر وجواب اخر لهذا الموضوع. اكيد بصلي لكل هالمشوار المهم اللي هي مشيت فيه واللي شهدت فيه بحب بصدق بتواضع بهدوء بايمان بأبعاد مع الحياة وما بعد الحياة، بالبيت بالصلاة بالعلاقات العامة، بانفتاح بتراث كنائسي وبتراث سياسي وبتراث وطني كتير كتير مهم. يعني أنا فخور إنه عن قليل أم وبي قرروا يعلموا بناتهم وقت اللي ما حدا كان يعلم، وهيدي الكنيسة العظيمة الكنيسة المارونية مش تنجمل اللي دفعت بالمجمع اللبناني إجبارية تعليم البنات، لأن كرامة المرأة هي كرامة الوطن وهي حريته يعني، وهذه هي الشهادة الحقيقية. أحبائي بعتقد إنه الآنسة مايكا حالي المستشارة لرئيس الجمهورية إجت شهدت اليوم كأي إنسان عادي أمام الله، بصدق بخوف بتقوى بمحبة، مشاكل المدرسة مشاكل البيت مشاكل الخوف بالرئاسي مشاكل الخوف بالحياة بعتقد. ويبقى في الأخير هذا الإيمان العميق، أو إذا هي ما هيك بدها هذا الصليب الممدود لكن هو مغروز على قبر القيامة. أنا بشكرك كثير، بصلي لفخامة الرئيس اللي هو صديقنا وله كل محبتنا، وإن شاء الله إلى شاهد آخر بموعد آخر.